مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. دعني ووصف يا آيات له ظهرت طهور نار القرى ليلا على عالمي. فالدر يزداد حسنا وهو منتظم وليس ينقص قدرا غير منتظم. فما تطاول آمال المديح إلى ما فيه من كرم الأخلاق والشيم. آيات حق من الرحمن محدثة قديمة صفات الموصوف بالقدم. لم تقترن بزمان وهي تخبرنا عن المعاد وعن عاد وعن إرام. دمت لدينا ففاقت كل معجزة من النبيين إذ جاءت ولم تدوم. محكمات فما تبقينا من شبه لذي شقاق وما تبغينا من حكم. ما حوربت قط إلا عاد من حرب أعدى الأعادي إليها ملقيا السلام. ردت بلاغتها دعوى معارضها رد الغيور يد الجاني عن الحرام. لها معان كموج البحر في مداد وفوق جوهره في الحسن والقيام. فما تعد ولا تحصى عجائبها ولا تسام على الإكثار بالسام. قرت بها عين قاريها فقلت له لقد ظفرت بحبل الله فاعتصمي. إن تتلوها خيفة من حر نار لظى أطفأت حر لظى من ورديها شبيمي. كأنها الحوض تبيض الوجوه به من العصاة وقد جاءوه كالحمام. وكالصراط وكالميزان معدلة فالقسط من غيرها في الناس لم يقوم. لا تعجبا لحاسود راح ينكرها تجاهلا وهو عين الحاذق الفهيم. قد تنكر العين ضوء الشمس من رماد وينكر الفم طعم الماء من سقام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.